أول تعليق من أستاذ جمال حمل ابني الطالبة بلجنة الامتحان عشان مامتها تعرف تحل. بدأت الحكاية داخل إحدى لجان الامتحانات بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية. التقت الدكتور علي عبد الرؤوف إدريسي أستاذ الاقتصاد صورة سيلفي مع طفلة وفي خلفيته طلبة يؤدون الامتحان. اللقطة تبعت كثيرا عن طبيعته المهنية وكشفت كواليس إنسانية عن طريقة تعامله مع الطلبة. ظهر إدريسي يحمل طفلة رضيعة في الصورة التي ضجت بها مواقع التواصل الاجتماعي بعدما شاركها عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، مؤكدا أنها ابنة طالبة، مدونا بنت طالبة عندي في اللجنة وهي بتراقب معايا في الامتحانات. وعلى الفور قبلت الصورة بحالة من الجدل الواسع بين المشيدين بموقف الأستاذ الجامعي وإنسانيته الغالبة، وبين من رأى أنها تعبر عن حالة من الفوضى. وعلق الأستاذ الجامعي على ردود الفعل المصاحبة للصورة مؤكدا أن الموقف استثنائي وليس معتاد على الإطلاق. ما ينفعش الأم تدخل بالطفلة اللجنة وفي نفس الوقت صعب تسيبها على الباب وهي صغيرة في الجو ده. طبيعي عرضت أني أشيلها وألف أنا بيها عشان تكون ساكتة وهدي. ما كانش ينفع أسيبها طبعا، وأنا رئيس لجنة مش واقف براقب وسبت المراقبة وبشيل أطفال، لكن الإنسانية واجبة في موقف استثنائي زي ده. وعن انتقادات البعض له أكد إدريسي أنها على غير أساس أو صحة. أنا مش كل يوم شايل عيل وسايب شغلي، كل حاجة ليها قانون ونظام. والبنت خدتها واتحركت بيها ومنعت الدوشة بتاعتها وكانت مطمنة وبتضحك. خالص تحياتنا وتقديرنا للدكتور علي عبد الرؤوف إدريسي. عزيزي المشاهد، لا تنسى لايك واشتراك في القناة مع تفعيل الجرس يصلك كل جديد. مع أجمل ورقة تحياتي وتحيات أصل الثقافة ومعلومة، تابعونا.